حضراتكم وبضيفي الكريم الأستاذ عز الدين جودة، عضو باللجنة العليا لمجلس تصدير المنتجات الزراعية. برحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وألف خير. صحة فعلا، الله يبارك فيك. قولي لنا إيه اللي حاصل؟ يعني أزمة كورونا كده خلت في قطاعات تظهر وقطاعات تنخفض، التهوا بتاعها، لكن القطاعات الزراعية والمحاصيل الزراعية حصل ليها طفل في الفترة الماضية أثناء الأزمة. لا، هو مفيش حاجة حصلت فيها طفرة، هي تأثرت برضه في الصادرات أو التعايش في الصادرات. بعض لا لا، هي تأثرت برضه، ولكن تأثرت يمكن أقل من غيرها، لأنها أكل وشرب في النهاية، فتأثرت أقل من غيرها، ده اللي مخلاها ظاهرة. لكن احنا لو جينا هنشوف الصادرات في الفترات دي من السنه اللي فاتت، هنلاقي فيها حوالي عجز، مثلا ممكن في قطاعات 5%، في قطاعات 10%. طبعا بالنسبه للقطاعات الثانيه، في قطاعات طبعا عجزت بنسبه 50% و100%، في بعض القطاعات وقفت خالص يعني. ولكن هو ممكن تبقى عملت شويه، مثلا في الموالح في شغل شويه، او في الليمون عملوا شغل شويه، عشان طلع انه فيه ده كويس لكورونا وكلام زي كده، وفيتامين سي وكلام. لكن في حاجه تانية زي الخضار الايزبري والحاجات دي انتهت. فكل القطاعات اتاثرت في الازمه اللي عدت، ولكن في قطاعات اتاثرت بشكل، ودي ما اتاثرتش بشكل كبير، فظهرت ان هي كويسه. ايه المحاصيل الزراعيه اللي انتعشت بصرف النظر عن الليمون والموز؟ كان عليها طلب كمان في الدول الخارجيه اللي هي تستوردها. الباقي كله حضرتك، مثلا الخضار، الايسبرج، البطاطس تعبت، لان الايسبرج اللي هو خاص كابوتش. كده ده كان فحضرتك طبعا عشان المطاعم الكاترينج اللي هو بتاع المطاعم الامريكانيه ده كله بطل. البطاطس مثلا حضرتك الصادرات بتاعتها مش تاثرت في الفريش، لكن اتاثرت والناس اتاثرت، اللي زارعين بطاطس كله. ليه؟ التصنيع نفسه قل، لان التصنيع الفريت اللي هو النص مجري، النص مجري، المطاعم بطلت، فبالتالي ده كان بيستهلك كميه كبيره جدا من المصنع، فبطل التصنيع، فنزل البطاطس كتير. لا، في تاثر في اللي طلع كده وزهزه. ايه الموالح حتى في الخارج، يعني مش بس في الاستهلاك المحلي؟ لا، مش في الاستهلاك المحلي، في الخارج. وكان بيوجبوا كمان ان في شورت في مصر في الانتاج، حوالي كان 40% شورت في مصر في الموالح، فالشورت مع الطلب هو اللي رفع سعر الموالح في مصر. مش الطلب لوحده، الشورت اللي كان موجود. واحنا اذا بصينا حتى للموالح، هنلاقي السنه اللي فاتت صادراتنا في الموالح اكتر من السنه دي، يعني في عندنا عجز في السنه دي في الموالح في التصدير برضه. ولكن القطاع على بعضه نقول الحمد لله في الفترة اللي عدت مدى تأثره أرحم من غيره. نأمل إن شاء الله في اليوم الجاي يبقى كويس إن شاء الله. أخبار القيمة المضافة إيه والتصنيع الغذائي؟ ده مهم جدا، مهم جدا، والمفروض يبقى فيه نظرة ليه، لأن إحنا مش هنقدر نصدر فريش طول العمر. وبعدين التصنيع الزراعي بيشيل برضه الفلاح، يعني في وقت الازمه بيشيل الفلاح، ما بيخليش عند الطماطم مثلا حضرتك وعند مصنع كونسنتريت، مش هيسيب السعر يرجع يبقى ب 50 قرش وكلام زي كده، على الاقل هيجيب تكلفه الفلاح، فيقوم الفلاح ما يتدمرش وما يخافش ما يزرعش تاني سنه. مش نلاقي في الموسم ده مثلا الكيلو بجنيه وتاني سنه الكيلو بخمسه او ب 10 جنيه، لانه الفلاح خاف يزرع. فهو بيحفظ حد ادنى التصنيع للفلاح انه ما يجحش خالص. طب وصلنا لفين في ده؟ هو في تصنيع بس مش المأمول. نأمل في الفترة اللي جاية، ويمكن لو حضرتك كان الرئيس بيتكلم في افتتاح الربيع ده، كانت يعني كلام كويس خالص. يا رب يكون يدرس الخطاب ده اللي هو الكام دقيقة دول، ويدرس للمسؤولين في مصر، يعني يندرس كويس. حتى من قبل افتتاح السيد الرئيس للمدينة الصناعية في الروبيكي بالأمس، سيادة الرئيس دايما يتحدث عن القيمة المضافة والتصنيع من المحاصيل الزراعية في المحافظات المختلفة في مصر بالقيمة أو بالميزات النسبية داخل تمام. كل محافظة والمحاصيل الخاصة. هو حضرتك احنا بنتكلم على عموم التصنيع في القطاع الزراعي وفي غير القطاع الزراعي، ده عايز نظرة. يعني حضرتك سيادة الرئيس هو بتكلم، لو خدنا كذا كلمة بس المفروض دول يدرسوا. أول كلمة مثلا حضرتك لما بقول انه المفروض المصنع اللي محتاج 100 عامل ما تحطلوش 101، ده كلام صحيح، لانه التصنيع في العالم كله محسوب بالسنتيم، المنافسه شديده جدا، ما ينفعش الشغل العشوائي. انا افتكر ان انا من 20 سنه 25 سنه رحت منشاه حكوميه كان عباره عن مضرب رز حضرتك، كان فيها 11 عامل ويخصهم 100 كذا و30 موظف،
ال 11 عامل. طب دول اللي بيشتغلوا، اللي بيشتغلوا 11 واللي حارسهم 35، مش ممكن فيه شكل يمشي بهذا الشكل؟ لو جينا خدنا الكلمة التانية، قال المصانع شكلها حلو ولكن ما بعد ذلك. طبعا دي المفروض انا مش بكسب من ورا المصنع السنة دي، لا ده انا بحط الزن تمن المصنع هيجي، تاني حاجة الزن التطويري تاني مستمر تطوير المصنع عشان ما تأخرش عن السابق. احنا كنا في الاربعينات زي ما قالوا كنا متطورين في النسيج حضرتك، لكن تنت المصانع هي اللي بتشتغل. العالم بيتطور كل سنة، كل اتنين كل تلاتة بيتطور مرة. احنا تنا المكنة اللي شغال من الاربعينات لغاية السبعينات والثمانينات والتسعينات والالفين، مش ممكن، لازم يبقى في تطوير. صاحب المصنع الحقيقي حضرتك اللي يبقى المصنع عنده عايز مكنة وبيته عايز حاجة، يجيب للمصنع المكنة بتاعته قبل بيته، هو ده اللي مصنع حقيقي، لان لازم يتني عشان ده اكل عيشه. ده اللي هيقدر يخليه ينمي في بيته، ركب التطور على طول. الرئيس قال كلمة مهمة في الخطاب ده جدا، احنا نفسنا نوصل لمئة مليار دولار حضرتك صادرات. هذا الرقم لو وصلنا له احنا مش عايزين حاجة بالدنيا خالص. احنا وارداتنا كلها 70 مليار، لو صدرنا ب 100 مليار يبقى عندنا فايض 30 مليار، يبقى ميزان مدفوعاتنا في صالحنا ما احناش عايزين. احنا صدرتنا النهارده كذا، 20 21 22 23 ونتراوح في هذا الحال. طيب هل احنا نقدر نصدر ب 100 مليار ولا احنا بنقول كلام؟ نقدر نصدر ب 100 مليار ماشي، بس ديت لها استراتيجيه معينه. طب نقدر نصدر ازاي؟ عندنا ميزه حضرتك نسبيه في الجو، جونا له قارس البروده في الشتاء تحت الصفر، ولا في الصيف الحراره عندنا مميته، اذا مناسب للعمل. طيب وعندنا كمان دخلنا تقنيات الصوب الزراعيه بتتحكم في البيئه. حضرتك انا بتكلم كصادرات عموما، مش الصوب الزراعيه بس او القطاع الزراعي بس، في العوامل المناخيه طبعا. تاني حاجه عندنا ميزه نسبيه في المكان، مصر فيها ميزه نسبيه في المكان هايله حضرتك. احنا الشحن بيننا وبين الدول اوروبا وروسيا، عرب شرق وغرب افريقيا، احنا في شمالها، احنا مكان خيالي للشحن منه واليه، ورخيص سعرنا رخيص في الشحن. طيب عندنا ميزه نسبيه حضرتك في القوى البشريه، جزء كبير جدا منها في سن العمل، اذا توفرت ليه فرصه العمل فدي ثروه وليست نقمه علينا. فعندنا حضرتك اللي يقدر يمشينا واللي يقدر فعلا يوصلنا ال 100 مليار ماشي. ولكن هل احنا لازم المسؤولين بقى حضرتك زي ما الرئيس وجه ان ازاي نصدر بال 100 مليار؟ يعني كان في حضرتك الدعم للقطاعات اللي موجودة من حضرتك، الرئيس قال تصرف 30% من الفلوس المتأخرة للمصدرين فورا دون قيد أو شرط. الصرف متأخر، طب الناس دي عايزة تشتغل. أنا عازر صحيح صندوق اللي هو بتاع الدعم عشان الموظفين كان في كورونا وكلام زي كده، لكن أعتقد إن العملية انتهت، المفروض اليومين دول يحاولوا يجتهدوا عشان الناس دي الدورة بتاعتها تمشي والدنيا تمشي معاها وتشتغل من جديد تاني. لما نيجي نلاقي الرئيس حضرتك مركز على العمل، العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل ماشي. والإدارة داخل العمل، والإدارة داخل العمل طبعا مفيش كلام. طيب ليه العمل؟ هي الدول حضرتك المتقدمة والدول الأغنية النهاردة حضرتك بالثروات إطلاقا، هي اليابان فيها ثروات؟ ما فيهاش ثروات. ألمانيا ما فيهاش ثروات. لكن حضرتك جهاز محمول لو حسبنا وزن الخامات اللي فيه كلها هتلاقيه بكام جنيه، بينباع بكام ألف جنيه. لو جبنا حضرتك الخامات اللي في العربيه المرسيدس كلها وحسبناها بتكلفتها هتلاقي 20 30 الف جنيه بتتباع فيه بمليون وفي بمليون ونص وفي ب 2 مليون، كل ده حضرتك قيمه مضافه نتيجه العمل. اذا العمل اللي بيقدم الدول زي ما حضرتك قال لك العمل 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 العمل، والعمل هو القوه حضرتك النهارده. اما نيجي حضرتك نقول الاقتصاد القوي، الصحه عايزه اقتصاد قوي، التعليم عايز اقتصاد قوي، الاكل والشرب عايز اقتصاد قوي، الامن والامان عايز فلوس وعايز اقتصاد قوي ماشي. قوتنا حضرتك في قوتنا الاقتصاديه، لازم كلنا نركز على العمل، لازم كلنا نشتغل. المسؤول النهارده اللي شايف مصنع بيتعمل يعرف ان المصنع اللي بيتعمل ده خير لبلده. المسؤول الصغير اللي ممكن يوقف مصنع في مشكله ولا كلام زي كده لازم يعرف ان المصنع ده ممكن يوفر فرصه عمل لابنه، حتى لو ما وفرش فرصه عمل لابنه وفر فرصه عمل لواحد تاني، ساب فرصة عمل لابنه في حتة تانية. لازم نشعر هذا، لازم دي تبقى ثقافة عامة معاليك، لازم دي تبقى ثقافة عامة عند كل مسؤول في مصر من الصغير للكبير. طيب احنا عندنا بعض الارقام بين ايدينا بتتكلم عن بعض المحاصيل الزراعية اللي تم فيها نسب لا بأس بها في التصدير، الجوافة، الرمان تمام، وكمان في المانجا تمام. ليه الإقبال على دول بالذات؟
المنتج المصري الزراعي فيهم متميز الى حد كبير، وايه ابرز الدول اللي بيكون في الطلب على المنتجات الزراعيه المصريه بشكل اكبر فيها؟ هو حضرتك طبعا احنا يعتبر حصل طفره في الصادرات الزراعيه في المراحل الاخيره في الكام سنه، مش السنه دي يعني، احنا بنتكلم على العشر سنين الاخيره حصل طفره في الصادرات المصريه الزراعيه. قبل كده كنا احنا لسه متاخرين شويه ماشي. لو جينا نرتب الصادرات هنقول الموالح رقم واحد، البطاطس رقم اثنين، البصل رقم ثلاثة، ثم يليه الحاجات اللي هي التانية حضرتك ماشي. المانجا احنا بدأنا نشتغل فيها برضو كميات كويسة. الرمان طبعا بيتصدر منه حوالي 100 وشوية طن، 125 ألف طن مثلا ولا حاجة في السنة. المانجا برضو 30 40 50 ألف طن. الجوافة برضو أقل شوية لأنها بتطلع معظمها طيران ومعظمها كان دول عربية حضرتك اللي هي الجوافة ماشي. فإحدى في شغل اليومين دول الصوب الزراعية بقى حضرتك هتزيد الشغل في الشتاء جدا إن شاء رب العالمين. طبعا لأنها بتتحكم في العوامل البيئية زي الفلفل الألوان، الشير الطماطم، الطماطم اللي هي العادية حضرتك بتاع المعدة، أعتقد إن شاء رب العالمين هيحصل فيها طفرة. بس الناس متخيلة إن إحنا بنعمل النهاردة بتحصل طيب بكرة. الطفرة دي مردودها إيه؟ مردودها إيه بأرقام اقتصادية؟ يعني تأثيراتها إيه داخل السوق المصري أو الاقتصاد المصري؟ مردودها إن إحنا بنتجه للزراعة الرأسية رقم واحد. الفدان الطماطم بدا عندي ما يجيب 20 طن حضرتك في الارض المكشوفه او 25 طن، في الصوبة الزراعيه ممكن يعدي ال 100 طن في الصوبة الزراعيه. لما باجي بقول حضرتك ان انا بتجه للزراعه الرئيسيه عشان مشكله الميه طبعا، اما انا بنتج في زراعه تنقيط حضرتك ال 100 طن اللي طالعين تنقيط دول حضرتك او ال 120 طن من ال 25 طن اللي طالعين مكشوف هم مش واخدين ميه نص ال 25 طن، يبقى انا بميه الهدر اقل كتير بميه طبعا. العشرين طن حضرتك انتجت 200 طن مثلا يعني ببساطه شديده يعني. فنتمنى طبعا كل تقنيه الزراعات الجديده حتى المؤثره للمياه مش بس التقنيات الحديثه المستخدمه في الزراعه. لا هو لازم حضرتك بقى يعني ما عادش دي رفاهيه، ما عادش رفاهيه. انا مجرب في الدلتا حوالي 300 فدان ري تنقيط في الخضار وفالحين تماما ومدين انتاجيه 80% زياده و70% زياده وبياخدوش ميه 5%. فلابد حضرتك كل فدان ممكن يشرب في مصر تنقيط ما يشربش غمر ابدا. يعني في ناس على النابوريه حضرتك والترع اللي هي الكبير اللي معموله في مصر في الصحراء بيزرع ري غمر، بتزرع ري غمر ليه؟ دي جريمه وجريمه لا تفيد. يعني هو حضرتك لو زرع تنقيط هيزيد 30 40% انتاج عنده هناك في الصحراء. طيب انت بتسقي الفدان بياخد ميه 10 15 فدان وانتاجيته مش اكتر مش اكتر. ايه السبب؟ استسهال؟ مش عايز يدخل تقنيه جديده تكاليفها في البدايه بتكون مثلا عاليه عليه؟ حضرتك بتجيب ثمنها على طول فورا. انا بزرع حضرتك زرعه واحده بحط مكن وبعد كده لو اتشال ما عنديش مشكله وبيجيب ثمنها. يعني بزرع زرعه خضار حضرتك ثلاث شهور بس بعمل شبكه وممكن بعد كده اللي رميتها ما تزعلنيش جابت ثمنها وزياده. تمام. هو بيزرع شجر في النابوريه والكلام زي كده. ده حضرتك لازم يمنع. طب ليه نقص معلومة؟ هو في كل حاجة ثقافة. يعني لازم الأول يبقى فيه ثقافة، لازم يبقى فيه حزم إن أنت ما ينفعش عشان أنت على النابورية حاطط ماسورة مية قد كده بتنشر في الأرض طول النهار والأرض الرملة بتسرب من هنا لهنا بتسرب، يبقى أنت خدت مية 10 فدادين عشان تسقي فدان. ده حرام. طبعًا. ماشي. احنا حتى بدون بناء سد النهضه حضرتك احنا فقراء مائيا، تصنيفنا في العالم فقراء مائيا حتى لو من غير سد النهضه خالص. فلازم حضرتك يبقى عندنا حزم في كل نقطه ميه بتستهلك. الارض اللي تشرب في الصحراء دي حضرتك غمر، دي يعني انا في نظري ان هي جريمه النهارده. فلازم يبقى في وعي. الادارات الزراعيه اللي هناك لازم تشرف، انت بتسقي غمر ليه يا عم؟ انت عشان على الميه وعلى الترعه بتسقي غمر وغمر لا يفيدك، ما بيزودش انتاجيه. ليه ما بتعملش تنقيط؟ طيب يمكن الرز كان بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتستهلك ميه في الدلتا. طبعا. هل في انواع جديده موفره للميه اقتصاديه؟ والله نامل ان بيقولوا انه في انواع ممكن تشرب ري عادي مش ري مستمر، لان انت عارف حضرتك الرز اذا قعد اربع شهور الميه بتتن واقفه فيه الاربع شهور. يعني بيتن ميه الرز مش بيشرب وبينشف ويشرب وينشف زي الزراعات الثانيه، لا ده بيتن الميه مستمره فيه الاربع شهور، فهو شره للميه جدا. ولذلك هم منعوا تصدير الرز في مصر وده قرار كويس. انا لان انا مش بصدر رز، لما باجي اصدر رز انا بصدر ميه. تكلفة عالية جدا. تكلفة عالية طبعا.
الميه ما احنا محتاجينها حضرتك في زراعتنا. طيب بس بعد كده هننزل الرز، طب الاكتفاء الذاتي. فهو طبعا اعتقد انه في ناس ابتدت تحاول ان هي تعمل رز بيشرب ري عادي، ده هتعمل طفره ان شاء رب العالمين. طيب استراتيجيتنا ايه في زراعه القطن خصوصا بعد اعاده احياء الصناعه مره اخرى، صناعه القطن المصري والعوده الى الرياضه المصريه فيه؟ هو شوف حضرتك، هي مش بيوم بليله، لان القطن عشان كنت اعمله النهارده واصدره خام كان زمان له شأن عشان كان طويل التيلة، ومكانتش المصانع بتعرف تشتغل كويس على قصير التيلة. النهاردة مع التطور العام في العالم كله أصبح أنه المصانع بيشتغل قصير التيلة عادي وبتطلع منه منتج كويس. طيب أما بنيجي نصدر خام ما عادش. طيب الحل الوحيد أنه كان ينعمل حضرتك مصانع نسيج متميزة جدا باللي بتعمل القميص القماش للقميص الغالي اللي هو بينباع قط مظبوط في بره، زي ما حضرتك عارفه اغلى الأسعار. اغلى منتجات، اغلى منتجات اللي هو القطن المظبوط اللي هو القميص ممكن يبقى ب 100 يورو ب 150 يورو والكلام ده حضرتك، وفي اغلى طبعا، في حاجات اغلى من كده، لكن كنا نتمنى ان ده يبقى موجود. احنا اتاخرنا فيه بس في ناس بدات، انا شايف في شركه كبيره بدات، وفي اللي بيتعمل دلوقتي زي اللي بيتفتح ده ابتدوا هيبتدوا يشتغلوا حاجات زي كده. بس هي العمليه ايه؟ مش ان انا بعمل النهارده القطن هيبقى بكره يتحسن، لا، ده هياخد برضو وقت على المصانع دي تبدا حضرتك تشتغل، يبقى لها سوق تاني. لان اللي اهمل في اللي طالوا الاهمال في 30 40 سنه مش بيتصلح في سنه واثنين. احنا دلوقتي حضرتك بيبداوا خطوات، بس العجله دارت، العجله دارت. لا لا لا، بس احنا على فكره الكلام والمشاكل اللي احنا بنحكي عنها دي ده مراس قديم، يعني احنا بنشتغل دلوقتي في المراس القديم اللي كان موجود. زراعة القمح السنة دي أخبارها إيه والمحصول في القمح؟ هو حضرتك القمح نأمل من المسؤولين أو اللي هم في مراكز البحوث إن هم يحاولوا يحسنوا إنتاجية القمح، لأن إحنا الزراعة الأفقية في مصر للقمح محدودة. مش إن إحنا مش عايزين نشوف كلام الشارع إزاي ما بنشبعوش نفسنا قمح، إزاي مش عارف، لا مش بالطريقه دي خالص. احنا ما عندناش ميزه نسبيه في الجمح كتير اكتر من اللي بيتزرع، ما نقدرش نوسح كتير افقي. لكن لو طلعنا راسي بدل ما الفدان بيجيب 15 ارداب ب 16 ارداب وصلنا ل 20 ل 25، يبقى على نفس المساحه زدنا 50% من الانتاج بتاعنا. لكن عشان هنتوسع افقي بزياده ده صعب. الا اذا استجد حاجات جديده غير اللي احنا شايفينها دلوقتي. طرق حديثه ثانيه، حاجه ثانيه على الساحل مثلا حضرتك، شوية شتاء هو مش مستهلك للمية خالص، لا بس بيجي في الشتاء عايز شربة ماشي ولا اتنين، هو مش مية كتير. بس لو انا رحت في الصحراء لسان اعملهم صعب. جايز بعد كده يطلع حاجة حديثة مثلا في تحلية مياه البحر في كلام زي كده، ترويه مرة ولا اتنين ورش كلام من هذا القبيل في الساحل، ده يبقى حضرتك حاجة جديدة. بس مش في الوقت الحالي التوسع الافقي يضر السياسة الزراعية اللي في مصر، زي ان انا ما ينفعش ازرع قمح مكان قمح مكان قمح، يبقى الفدان بدل ما هيجيب 20 ارداب بيجيب 15، بعد كده يجيب 12 يجيب 11، الارض بتهبط، اللي هي الدوره الزراعيه بتاع زمان اللي كانت مصر ماشيه عليها. لكن عموما بشكل عام التخزين شغال في القمح، لانه يعني في ازمه كورونا هو حصل نوع من التخوف ان ممكن مخزون استراتيجي منه يقل فبالتالي يحصل ازمه، ده ما حصلش في الداخل المصري وكان في تخزين داخل الصواب. هو حضرتك مش في الجمح بس الحقيقة، الدورة الدولة دارت هذا الملف على أحسن ما يكون أيام أزمة كورونا بالنسبة للسلع الاستراتيجية كلها، جمح، أعلاف بتاع فراخ وكلام زي كده ماشي، ومواشي وكلام من هذا اللي هو الحاجات العلف، الزيوت، ما احنا معظم الزيت عندنا مستورد، كانت بتشغل المصانع الزان، عمل التخزين الزان، حطت فتره حضرتك طويله ان هي تكفينا الزان. لا لا، دي ده ملف حضرتك ما شعرناش بازمه، ما حدش نزل في سوبر ماركت وما لقاش سلعه استراتيجيه خالص. ودايما يا رب ان شاء الله ما يكونش في ازمات. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عز الدين جوده، عضو باللجنه العليا لمجلس تصدير المنتجات الزراعيه. انتهت الوقفه الحواريه الاولى بعد لحظات موجز لاهم واخر الانباء مع دينا ابو الفتوح، واعود معكم بوقفه حواريه ثانيه بتتحدث عن الصناعه المصريه وافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مصانع الغزل والنسيج بمدينه الروبيكي.